ده السبب اللي خلاك تاخد قرار ان انت ترجع على الرغم من ان انت كنت ماشي كويس قوي في الاحتراف؟ ده هو السبب الاساسي يعني بصراحة الجمهور، يعني انت مش الجمهور. حضرتك مش متخيلة احساسي لما اخش الملعب وانا المفروض، يعني انا لسه 19 سنة، يعني الجماهير كلها تنادي باسمك ولازم ترجع ياسين وانت ابن النادي وكده. يعني انا اللحظة دي بصراحة ما اقدرش اوصف انا كنت حاسس بايه، يعني أكيد. دي حاجة طبعا. كبيرة قوي بالنسبة لي، فما قدرتش افكر بصراحة اكتر من مرة يعني انا ارجع بيتي. طب واللي كلمك داخل نادي الزمالك علشان ترجع تاني كان كابتن أحمد مرعي ولا كان حد تاني؟ كابتن احمد مرعي وكابتن احمد عادل الاثنين. الاثنين كلموك علشان ترجع تاني لنادي الزمالك، وانت اقتنعت على طول ولا كان في تفكير شوية؟ بصراحه في الاول كان في تفكير عشان هو الموضوع صعب، يعني ده بحدد يعني مستقبلي في اللحظه دي، يعني بين اللي انا اكمل يعني الحمد لله في الاثنين طبعا. نادي الزمالك نادي كبير جدا، وانا من صغري اتمنى العب في الفيرست تيم واكمل والعب يعني اكسب بطولات معاه، وبرضه الاحتراف في امريكا ده حلم لاي لعيب، يعني اي لعيب أكيد. صغير. فانا بصراحه كنت خدت يعني وقت تفكير شويه، بس بقول لحضرتك اللحظه لما دخلت الملعب لقيت الجماهير تاني باسمي وفي كل حته لازم ترجع ياسين لازم ترجع ياسين، فهو احساس ما يتوصفش بصراحه، ما اقدرش اتاخر عن الناديه يعني. أكيد أكيد طبعا. طب أنا بقى لو هسألك عن كابتن ياسر مش كمدرب، كأب، يعني كان رأيه إيه في القرار اللي أنت خدته ده؟ كان شايف إنه قرار صحيح ولا كان حاسس إنه لأ مش وقته أو خليك هناك أحسن؟ بصي هو يعني كبابا يعني هو بيقول لي يعني اكيد فرصه الاحتراف دي اي حد سنك يتمناها ويكمل هناك، بس برضه انت لما ترجع نادي الزمالك برضه الموضوع مش هيبقى سهل يعني ليك، انت اللي بايدك تخلي القرار بتاعك قرار صح قرار غلط. يعني انا لو ان شاء الله يعني الحمد لله رجعت الناديه وكده، فلو عملت اداء كويس ويعني اتشافت وانا صغير يعني انا نفسي هبقى مبسوط من نفسي عشان الناس تتكلم عليا وهكسب فرقتي بطولات وكده. قال لي بس انت لو جيت هنا واهملت في نفسك او حاجه تبقى خسرت كتير، وبرضه نفس الكلام لو سافرت، لو انت سافرت برضه هي احتمالات ما كتيرة هو قال عامة، لي هي محتاجة قرار، ما لكن هي هي احتمالات كتيرة مفتوحة، يعني ملهاش اللي هو مش 1+1=2 ما هي يعني. هي دي الفكرة. هي دي الفكرة. بس انت حسيت ان هو دلوقتي كان قرار صح؟ حسيت ان انت خدت القرار الصح؟ طبعا انا يعني يعني انا كده من جوايا اصلا، يعني من جوايا كده عايز ارجع النادي، بس هي كانت موضوع يعني كمستقبل وك يعني ك اكسبيرينس يعني بره هو ده بتبقى جميلة. الفيديو اللي انا بقولك عليه، اللي هو انت كان اول مره ليك تدخل الملعب وكان الجمهور هنا بينده باسمك. هو جد انا عشان يعني كنت حاسس احساس يعني عمري حسيته بصراحة، لا يعني كان انا في كان هتافات كبيره قوي ياسين يا ياسر، وكانوا عمالين بيندهوا باسمك كتير. ايوه احنا لا يعني شفنا طبعا حب الجمهور ليك يعني. هو ده كان وانا صغير، كان يعني كنت على طول اللي هو بتخيل نفسي كده يعني ان انا الاقي الجماهير بتنادي باسمي طبعا. فهو احساس ما يتوصفش بصراحه، يعني انا بعد ما الناس دي كلها تنادي اسمي وعايزين ارجع اكيد مش هقدر اتاخر عليهم يعني.